سنة تحت 20 سنة، هذا النية في منتخباتنا سواء الأولمبي أو الأول، لأن هذا شيء جميل ويريح كل فريق. يعني إذا القاعدة موجودة بنتكلم عنها للفريق اللي قدم المستوى الطيب ويشيلون الآن سعد عام الكرة، وهنا لوليد سعود، دولي لوليد سعود كاميرا، نعم للذكرى والتاريخ، هم بطل كأس الاتحاد الكويتي تحت 20 سنة يستاهلون. مد الدويلة رئيس لجنة المسابقات الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وعبد العزيز المرزوق هو اللي يسلم في الميداليات، وأيضا الزامل ساعد الزامل عضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم. شكور راضي الحداد أيضا مقيم ومراقب مباراة اليوم، بدر نزي، وأيضا يوسف الخبيزي، لاعب حسين الحربي البديل، بدلاء مبارك عبد العزيز، سلم أيضا فهد الغانم، يتبادلون الحمانة. يعني شيء طيب ما بين عبد العزيز المرزوق رئيس نادي الكويت وأيضا أحمد الدويلة عضو الاتحاد الكويتي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات الجديد. الله يعينك عاد على لجنة المسابقات، من المسابقات المهمة، من اللجان المهمة جدا في التنظيم، في ترتيب الدوري، في الكاس، في المباريات، في البطولات الداخلية والخارجية. أيضا دور كبير سيقوم فيه أحمد الدويلة، وإن كان أيضا مبارك عيان مانع عيان أبو مبارك الله يعطيه الصحة والعافية أدى الدور على الدور. الآن يأتي على رئيس لجنة المسابقات دويلة وأعضاء الاتحاد الكويتي لكرة القدم لنهنيهم ونبارك لهم مثل ما باركنا لنادي الكويت اليوم بفوزه في نهائي كأس الاتحاد الكويتي كرة القدم تحت 20 سنة. الفرحة موجودة، والسلام أيضا للعسعوسي حميد، ميداليات الذهبية، وليد سعود مبروكين، مبروكين أيضا مدرب الحراس الجميل سمير دشتي اللي حقيقة يشكر على تواجده، لمصعب الكندري، لحسينان، واليوم نشاهد أيضا عبد الله ضويحي، معناها مدرب ناجح، الدكتور مد عبد الحميد مشكور حقيقة لتواجده كمدير فني في نادي الكويت، وفرحة نادي الكويت والبطولة وكأس الاتحاد الكويتي تحت 20 سنة. هارد لك للقادسية اللي قدم اللي عنده وعطى اللي عنده داخل أرضية الملعب. سامعين اللاعبين؟ جيب الكاس، جيبه. شايفين فهد الغانم وعبد العزيز المرزوق، مبارك العنزي، والفرحة. والآن الكأس، كأس البطولة لشاهين الخميس. عطوا الفرصة، خلي يصور، عطوا كأس البطولة. مبروك مبروك شاهين الخميس، يرفع الكأس، هو قاعد وكابتن نادي الكويت. ألف ألف مبروك لنادي الكويت، الذهب يتجه للذهب بكيفان لنادي الكويت ليضم إلى كأس سيدي أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واليوم في كأس الاتحاد الكويتي تحت 20 سنة. إذن ألف ألف مبروك لنادي الكويت، هارد لك حظ أوفر لنادي القادسية، نبارك لهم للدوري ونقول لهم هارد لكم في الكأس، على الخير والمحبة، التقينا على الخير والمحبة.